بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أشكر لمن دعاني لزيارة هذا البلد الطيب. هذا الشكر يقترن بالتقدير، لأن هذا البلد الطيب يجل العلم والعلماء، وهذا وسام شرف له. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدكم ويحفظ إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم من كل سوء. بادئ ذي بدء، قيل من عرف نفسه عرف ربه. فمن أنت أيها الإنسان؟ اعلم يقيناً أنك المخلوق الأول، لأن الله سبحانه وتعالى حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال في عالم الأزل أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبل الإنسان حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة، لذلك سخر له تكريماً له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. تسخير التعريف ينبغي أن يؤمن الإنسان، تعريف، وتسخير التكريم ينبغي أن يشكر. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده، إذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الذي يشكر بسبب التسخير التكريمي، والذي يؤمن بسبب التسخير التعليمي، فقد حقق الهدف من وجوده، وعندئذ تتوقف جميع المعالجات الإلهية. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لم يقل علينا، لنا. لا ينتظر المؤمن من ربه إلا الخير، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن هذا الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، لأنه قبل حمل الأمانة، وهو المخلوق المكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهو المخلوق المكلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودنا في الدنيا العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي طاعة طوعية ليست قسرية. الذي خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، رزقنا بيده، الصحة بيده، المال بيده، من حولنا بيده، الأقوياء بيده، مع كل ذلك لم يقبل أن نعبده إكراهاً. قال: لا إكراه في الدين، بل أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب. قال: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حباً لله. فالإنسان مخلوق أول رتبةً، مكرم مكلف بالعبادة، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية
تفضي إلى سعادة أبدية. الآن الإنسان من أدق تعريفاته عند الإمام الجليل الحسن البصري قال: الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. إذن أنت زمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن فقال: والعصر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. أنت خاسر. إله يقسم ويقول: إن الإنسان لفي خسر. لماذا الخسارة يا رب؟ ورد في الإجابة عن هذا السؤال: لأن مضي الزمن وحده يستهلكك فقط. قبل أن تقول مؤمن أو غير مؤمن، مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان، لأنه بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. لذلك أخواننا الكرام، أسمن شيء تملكه، أخطر شيء تملكه، أغلى شيء تملكه الزمن. لذلك أقسم الله لك بمطلق الزمن. هذا الزمن إما أن ينفق استهلاكاً كما يفعل معظم الناس، نأكل ونشرب وننام ونسهر ونسمر ونلهو، نعمل، نعود للبيت، نأكل، نشرب، العمل الروتيني الرتيب، هذا يستهلكك. من هنا لا بد من أن نقف عند الاستثناء والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا، رحمة الله في إلا، أربع كلمات جاءت بعد إلا، سماها الإمام الشافعي أركان النجاة. إلا الذين آمنوا، بحثوا عن الحقيقة، وعملوا الصالحات، تحركوا وفقها، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. الإيمان، الإيمان قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذن هناك آيات، العلماء قالوا هناك آيات كونية خلقه، هناك آيات تكوينية أفعاله، هناك آيات قرآنية كلامه. الكونية موقفك منها التفكر، والتكوينية موقفك منها النظر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والقرآنية تدبر، أنت بين التفكر والنظر والتدبر، هي القنوات الثلاث السالكة لمعرفة الله عز وجل. إذن إلا الذين آمنوا، بحث عن الحقيقة، وعملوا الصالحات، تحرك وفقها، وتواصوا بالحق، دعا إليها، وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة الكرام، لذلك الإنسان لا بد من أن يوقن بحقائق مسلم بها: مخلوق أول، مكرم، مكلف، مكلف بالعبادة، بل إن علة وجودك في الدنيا العبادة. يعني إذا إنسان أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه من جامعة السوربون، باريس مدينة عملاقة كبيرة، أطرافها متباعدة، فيها مدارس، فيها جامعات، فيها حدائق، فيها مصارف، فيها أماكن للحكومة. نقول: هذا الطالب الذي جاء ليدرس الدكتوراه، علة وجوده في باريس الدراسة، علة وجوده. واعلم يقيناً يا أخي الكريم أن علة وجودك في الدنيا العبادة، لكن إياك أن تتوهم أن العبادة هي أن تؤدي العبادات الشعائرية. إليكم حقيقة مرة، وأنا أرى أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أحد هذه الحقائق المرة، نبدأ بالصلاة: يؤتى برجال يوم القيامة
لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباءً منثورًا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الصلاة انتهت. الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام راح. الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الشهادة: هذه الشهادة من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. الآن نحن أمام عبادات شعائرية: صلاة، صوم، حج، زكاة، نطق بالشهادة. هذه العبادة الشعائرية لا تقبل ولا تصح ولا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. ما الدليل على العبادة التعاملية؟ سيدنا جعفر لما التقى النجاشي وسأله عن الإسلام قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا العبادة التعاملية بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. صار في عنا عبادات شعائرية وعبادات تعاملية. الشعائرية لا وزن لها ولا تقطف ثمارها ولا تحقق أهدافها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. إذن ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. إذن أنت زمن، رأس مالك الزمن، أثمن ما تملكه الزمن. هذا الزمن ينفق استهلاكاً أو ينفق استثماراً. الإنفاق الاستثماري أن تفعل في الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن. ورد بالأثر النبوي أن الإنسان حين يوضع في قبره ينادى: أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. وفي البرامج العصبية اللغوية لرفع قدرات الإنسان إحدى أهم القواعد: ابدأ من النهاية، ابدأ من مغادرة الدنيا. رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. إذن هذه السورة القصيرة جامعة مانعة، لو تدبرها الناس لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن تعرف الله آمنوا، وأن تتحرك وفق منهجه عملوا الصالحات، أن تدعو إليه في حدود ما تعلم مع من تعرف، هي دعوة فرض عين، وأن تصبر على معرفته وطاعته والدعوة إليه. هذه السورة من أهم سور القرآن الكريم. لذلك هذا الإنسان الله عز وجل قال: ألهاكم التكاثر. ما هو اللهو؟ أن تهتم بالخسيس وأن تدع النفيس. إنسان غاص في البحر، احتمال الموت كبير، بدل أن يأتي باللآلئ أتى بالأصداف،
انشغل بالخسيس عن النفيس. فالبطولة أن تنفق هذا الوقت في شيء ينفعك بعد مضي الوقت. إذن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. الآن لما ربنا قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ومضة أو ومضتان من آيات الله الكونية، أقرب نجم ملتهب للأرض، أقرب نجم ملتهب بعده عنا 4 سنوات ضوئية. ماذا تعني 4 سنوات ضوئية؟ يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، 300,000 ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، 4 سنوات. هذا الرقم يستخرج بدقيقة على آلة حاسبة. لو في طريق لهذا النجم، أقرب نجم ملتهب، أقرب نجم، لو في طريق وفي معنا مركبة أرضية وفي طريق معبد له، نحتاج أن نقطعه إلى 50 مليون عام، 50 مليون عام كي تصل إلى أقرب نجم ملتهب بعده عنا 4 سنوات ضوئية. متى نصل إلى نجم القطب بعده عنا 4,000 سنة ضوئية؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة بعدها عنا 1,000,000 سنة ضوئية؟ متى نصل لأحدث مجرة اكتشفت قبل 10 سنوات بعدها عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية؟ كلام دقيق مأخوذ من أدق الموسوعات العلمية، موسوعة لايف الأمريكية. 24,000,000,000 سنة ضوئية. اسمع القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بالمسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. هي ومضة من ومضات الكون. الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، يعني يمكن أن يدخل في جوف الشمس 1,300,000 أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر. 156 مليون كيلومتر. الآن لما ربنا قال والسماء ذات البروج، ما هي البروج؟ الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاً. أحد هذه الأبراج برج العقرب. أنا كنت بأمريكا ودخلنا إلى قبة سماوية، إلا أن النجوم في هذه القبة بين أطرافها خطوط، فعلاً يبدو كعقرب بالمئة بدقة بالغة. هذا برج العقرب، في نجم صغير أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب. دققوا الآن، هذا النجم يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. نجم قلب العقرب في برج العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. أخواننا الكرام،
هذا العالم أينشتاين الذي اكتشف النظرية النسبية. هي النظرية النسبية يعني إنجاز بالفيزياء كبير جداً. هذه النظرية يتبين من خلالها سرعة الضوء المطلقة، أو يتبين من خلالها السرعة المطلقة في الأرض. لو أخذنا الآن، بس أعينوني على دقة المعلومات، القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، ما هذا الخط؟ هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 البي المحيط، كمان ابنك الصغير بدقيقة مع آلة حاسبة يحسم لك كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في الشهر، دورة كل شهر. ضرب 12 بالسنة، ضرب 1000 بألف سنة. الآن معي رقم مسافة، المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. لو قسمنا المسافة على الزمن، ما الناتج؟ السرعة. لو قسمنا هذا الرقم الكبير على 365 السرعة باليوم، تقسيم 24 بالساعة، تقسيم 60 بالدقيقة، تقسيم 60 بالثانية، إنها سرعة الضوء. الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. هذه النظرية تثبت السرعة المطلقة في الكون وما جاء به أينشتاين. فلذلك يا أيها الإخوة، هذا الكتاب في 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. أنتم جميعاً مؤمنون والحمد لله، إذا قرأت آية فيها أمر ماذا تقتضي الآية؟ أن تأتمر. وإذا قرأت آية فيها نهي ماذا تقتضي؟ أن تنتهي. وإذا قرأت قصة نبي أن تتعظ. فإذا قرأت 1300 آية بالقرآن تتحدث عن الكون والإنسان، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والفجر وليال عشر، والليل إذا يغشى. 1300 آية، ما الموقف منها؟ هنا السؤال. الموقف منها التفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر في خلق السماوات والأرض العبادة الأولى. لا عبادة كالتفكر، إن هذا التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض. طيب، دعك من السماوات، هذا الماء في خاصة ينفرد بها من بين عناصر الكون، خاصة واحدة. أي جسم مادي، صلب أو سائل أو غاز، بالحرارة بيتمدد. وأي جسم صلب أو سائل أو غاز بالبرودة بينكمش. هي مسلمات العلم. إلا الماء، لو فرضنا حرارته 40 خفضناه لل 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 زائد 4 بيتمدد. هذه الخاصة ينفرد بها الماء، ولو لم تكن لم يكن هذا الدرس، ولم تكن ماليزيا كلها، ولا الشرق الأوسط، ولا أي مكان بالعالم. هل تصدقون؟ حياتنا كبشر
ومخلوقات أخرى وكنبات والكائنات بكل أنواعها باقية بخاصة بهذا الماء. لماذا؟ لو أن طبقة البحار العليا تجمدت، لما تجمدت كثرت كثافتها، يعني قل حجمها إلى وزنها، غاصت طبقة ثانية بتغوص إلى أن تتجمد جميع البحار، وعندئذ ينعدم التبخر وتنعدم الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان، كل ما تراه على سطح الأرض لخاصة في هذا الماء بيتمدد بدرجة زائد 4 بيتمدد. والآن ائتي بقارورة كهذه، أحكم إغلاقها، ضعها في الثلاجة صباحاً مكسورة. هالخاصة هي من صممها؟ من خلقها؟ إنه الله عز وجل. أخواننا الكرام، في عندنا آيات كونية، الكونية خلقه، عندنا آيات لو نزلنا للإنسان برأس الإنسان تقريباً، مو الكل طبعاً، 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة صبغية وغدة دهنية، كل شعرة. في غدة صغيرة بحجم هذه السلامية إلى جانب القلب اسمها التايموس. كنت مرة في أمريكا أطلعت على بحث حديث عنها. هذه الغدة بعد سنتين تضمر كلياً، تتلاشى. فلما ضمرت توهم الأطباء أنه لا وظيفة لها، وأنا عندي كتب قديمة، التايموس لا وظيفة لها، لأن هذه الغدة تضمر بعد سنتين. ثم فوجئت أنها أخطر غدة في الإنسان، إنها مدرسة حربية تدخلها الكريات البيضاء الجنود همجية جاهلة، تتعلم فيها لسنتين من هو العدو ومن هو الصديق. هي لأن الكرية البيضاء جيش، هذه الكرية البيضاء بقيت عامين في هذه في التايموس. التخرج بامتحان، تعطى هذه الكرية البيضاء عنصر صديق، فإذا قتلته ترسب وتقتل، تعطى عنصر عدو إن لم تقتله ترسب وتقتل، فالراسبين مقتولون جميعاً. أما الخريجين، هذه الخلايا البيضاء المتخرجة كان اسمها همجية جاهلة، الآن مثقفة، هذه تتولى تعليم الخلايا القادمة إلى نهاية الحياة. بالستين سبعين بضعف التعليم، بنشأ مرض اسمه التهاب المفاصل الرسوي، هذا من حرب أهلية بالجسم صارت، والله شيء لا يصدق يا أخوان. أنت ماشي بطريق، واحد ماشي ببستان، قام وجد أفعى، ما الذي يحصل؟ شوف، ترتسم الأفعى صورتها على شبكية الإنسان، بالشبكية الصورة لا تقرأ، تنتقل إلى مركز الرؤية في الدماغ، بالدماغ تقرأ، وفي ملفات، في ملف الثعابين والأفاعي. من أين جاء هذا الملف؟ سمعان قصة من جدتك، شفت مرة بستان أفعى، فت لمعرض كائنات حية، موضوع أفاعي بأطرميزات، مجموعة الصور والمعلومات والقصص والحكاية بالشكل ملف الثعابين. هذه الصورة تنتقل من الشبكية إلى الدماغ، الدماغ لما بدك أنه في خطر، الغدة النخامية ملكة هذه الغدد، تعطي أمر للكظر فوق الكلية، هذا الكظر يعطي أمر دقيق برفع النبض، الخايف نبضه 180، الأمر الثاني برفع وجيب الرئتين والخايف يلهث، الأمر الثالث للأوعية الدموية تضيق لمعتها، الخايف لونه أصفر، أمر رابع للكبد يفرز مادة سكرية إضافية، الخايف سكره 130-140 ك
كان 90، والخايف الكبد يفرز هرمون التجلط حتى إذا واحد أكل ضربة سكين ما يخسر دمه كله، عند فتح الجرح الدم بيتجلط بيسكر الجرح. 5 أوامر بيتلقاها الجسم من الغدة النخامية وبعد الكظر حتى يتلافى. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ طيب، هذا النبي الأمي أعطى توجيه حينما نذبح الدابة ينبغي ألا نقطع رأسها، هيك توجيه، قال اقطعوا أوداجها فقط. درت العالم كله، كل المسالخ تعلق الدابة من رجليها ويقطع رأسها. اللحم لونه أزرق إلا في بلادنا لونه زهر. ما الذي حصل؟ الحقيقة الشيء لا يصدق. الإنسان القلب ينبض 80 نبضة، بيتلقى الأمر من من؟ ما بيتلقى الأمر من الشبكة العامة الكهربائية، بيتلقى الأمر من بطارية بالقلب موجودة. أولى، لو تعطلت في بطارية ثانية، لو تعطلت في ثالثة، 3 مراكز كهربائية بالقلب. نعم، فهذا القلب لما بينشأ خطر كبير بيجي الأمر من الدماغ بيرفع النبض ل 180، ل 180 نبضة صار، معنا جاب اجى الدم بغدارة كبيرة جدا. فهذه الدابة إذا كبرت الله عليها وقطعت أوداجها ولم تقطع رأسها نبض القلب الدابة 180 نبضة بدل 80. هذا النبض يخرج الدم كله. إلي صديق موظف بالتموين كبير، ذهب للصين ليشتري لحم، طلبت منه يطلب هالشرط، رفعوا السعر 8 دولارات، قال نخسر الدم كله بهالطريقة. هذا النبي الأمي قاعد بمكة والمدينة، من علمه؟ حقائق الآن اكتشفت، الآن اكتشفت. يعني مثلاً رواد الفضاء صعدوا إلى القمر، أول رحلة للقمر أبولو 8 قبل 20 سنة. بعد انطلاق الرحلة بساعة أو ساعتين صاح رائد الفضاء لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الهواء 56,000 كيلومتر سمك طبقة هواء على الأرض، فلما تجاوزوا 56,000 كيلومتر ما بقى في هواء، ولما انعدم الهواء انعدم تناثر الضوء. هذا الجامع في النهار في ضوء، في أشعة الشمس وفي ضوء الشمس، في ضوء بالنهار. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء انعدم انتثار الضوء فدخلوا في ظلام دامس، وقال رائد الفضاء افتحوها بالإنترنت لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. افتح القرآن ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. حادثة الآن اكتشفناها قبل 20 سنة بأول رحلة للفضاء الخارجي أبولو 8، بيقول الرائد لقد أصبحنا عمياً، والآية تقول ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أخواننا الكرام، يعني الملخص، لا بد من أن تعرف الله. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصية الآمر. وكأنني وضعت يدي على مشكلة المسلمين الأولى،
الأمر بين أيدينا، ما في إنسان إلا درس الفقه بالابتدائي والإعدادي والثانوي، الصلاة والصوم والحج والزكاة، ليش في معاصي؟ لأنهم ما عرفوا الآمر. لو عرف الآمر تفانى في طاعته. إذا نحن نخطئ ضعفنا ضعف في معرفة الآمر. ماذا فعل النبي مكة؟ 10 سنوات تشريع، ما في تشريع، في آيات كونية والدار الآخرة. 10 سنوات يعرف النبي أصحابه بالآمر. المرحلة نحن اختفت عنا في تعريف بالأمر فقط. لو في تعريف بالآمر وضع آخر كان. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. أخواننا الكرام، في عنوانان سأحاول بما بقي من وقت أن أعالج أحد العنوانين أو كليهما. في عنا سنن، السنة مصطلح قرآني، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، إلا أنه بقابلة بالعلم القانون علاقة بين متغيرين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل. كل كلمة تعني شيء، إن لم تطابق الواقع كانت جهلاً، ولو لم يكن عليها دليل لكانت تقليداً. بالمناسبة العقيدة الدينية لا يقبلها الله تقليداً ولو كان صحيحاً. الدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل، فاعلم. العقيدة لا تقبل إلا تحقيقاً لا تقليداً. إذاً نحن مضطرون أن يكون الإيمان حقيقي. من هنا في عنا مرحلة اسمها الهدى البياني. أنت مرتاح، ما عندك ولا مشكلة ببيتك، زوجتك، أولادك، بناتك، أصهارك، كنائنك، دخلك معقول، ما عندك مشكلة، وأنت مرتاح راحة تامة، تسمع درس علم، خطبة الجمعة، تقرأ كتاب ديني، تقرأ تفسير. هالمرحلة أرقى مرحلة اسمها الهدى البياني. أكمل موقف فيها الاستجابة، الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بالمناسبة الذي يستنكف عن معرفة الله، قال تعالى عنه، دقق، أموات غير أحياء. قد يكون نبض 80 مثالي، ضغطه 8-12، بس عند الله ميت. أموات غير أحياء. والذي استنكف عن طاعة الله كأنهم خشب مسندة، خشبة بالقرآن. والذي استغنى عن معرفة الله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وآخر تشبيه كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأي إنسان أودع الله فيه قوة إدراكية ما لم يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. إذن الهدى البياني، أنت مرتاح، ما عندك ولا مشكلة، سمعت درس دين، خطبة جمعة، قرأت كتاب، ندوة إسلامية، ينبغي أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لو واحد ما استجاب بيقول له الطبيب معك قرحة بالمعدة، حمية على الحليب 6 أشهر تشفى شفاء تاما، إذا ما قدرت في عملية. الهدى البياني ما في عملية، استجابة بس. ما استجاب في تأديب تربوي، تأديب تربوي. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المرحلة الثانية أكمل موقف فيها التوبة. الأولى استجابة، الثانية التوبة. ما تاب مرحلة ثالثة،
اسم الإكرام الاستدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فأنت بين الهدى البياني أكمل شيء، ثم التأديب التربوي ثاني شيء، ثم الإكرام الاستدراجي ثالث شيء، وبعدها القصم. فكل واحد يعرف حاله بأي مرحلة هو. هدى البياني، تأديب تربوي، إكرام استدراجي، قصم. شيء آخر، هذه سنن الدفع، سنن الدفع، قوانين الدفع. هلا في عندنا قوانين ثانية، الردع، المصائب. الأنبياء معهم مصائب، بس مصائب الأنبياء مصائب كشف. مصائب كشف، في كمال لا يبدو جلياً إلا بالمصيبة. يعني النبي يذهب إلى الطائف مشياً على قدميه 80 كيلومتر، يدعو أهل الطائف للإسلام، يكذبونه، يسخرون منه، يغرون أبناءهم بضربه. يأتيه ملك الجبال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. هذا موقف، هذه مصيبة الكشف، كشف للأنبياء. المؤمنين دفع ورفع، سرعة بطيئة، يروح له شبح مصيبة صحية، يصلي قيام الليل، يقرأ القرآن يومياً. مصيبة المؤمن دفع، وإذا كان الله مكنه يهدي صديقه، يعينه على دينه، يقنعه بالصلاة، ليش تكتفيت بواحد؟ شوف واحد ثاني. دفع ورفع، دفع ورفع. الأنبياء كشف، المؤمنون دفع ورفع، الطرف الآخر ردع وقصم. 5 أنواع المصائب: كشف، دفع، رفع، قصم. لذلك إخواننا الكرام، هذا الدين يعني مصيرنا، سعادتنا بتركه شقائنا. الله أكبر، الله أكبر. بقي دقائق إخواننا الكرام، يعني العصور الإسلامية مرت بمراحل، في مرحلة المبادئ، ثم الأشخاص، ثم المنافع فقط، الأشياء، مبادئ، أشخاص، أشياء. المبادئ، في ومضة، أحد ملوك الغساسنة اسمه جبل ابن الأيهم جاء إلى المدينة مسلماً. في أثناء أداء العمرة في مكة، بدوي من فزارة داس طرف رداؤه، فانخلع رداؤه عن كتفه. هذا الملك الغساني جبل ابن الأيهم ضرب هذا الأعرابي من فزارة ضربة هشمت أنفه، فشكاه إلى سيدنا عمر. سيدنا عمر استدعى الملك الغساني، ملك، والثاني بالتعبير المعاصر من دهماء الناس، من سوقتهم، من عامتهم. فشاعر في بلدنا صاغ الحوار شعراً، قال له سيدنا عمر لجبلة: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدركت حقي بيدي. فقال عمر لجبلة: أرضي الفتى، لابد من إرضائه ما زال ظفرك عالقاً بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحاً جديداً، وتساوى الناس
أحرارا لدينا وعبيدا. قال: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له سيدنا عمر: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا عصر المبادئ. العصر الثاني عصر الأشخاص. سيدنا صلاح الدين الأيوبي، يعني في زعماء مسلمون وقفوا بوجه التتار والمغول، والله حقق على أيديهم انتصارات كبيرة. هذا الثاني، الأول مبادئ، الثاني أشخاص. الآن عصر أشياء، كل قيمتك من سيارتك، مو بس مرسيدس 600 مثلاً، قيمتك من بيتك، من مساحة بيتك، من متاعك، قيمة المرء متاعه. كنا في عصر مبادئ، عصر أشخاص، الآن عصر أشياء. إلا أنه كما قال النبي الكريم: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. فإذا واحد من إخواننا الشباب الأطاهر الأطهار تمسك بدينه، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. لذلك إخواننا الكرام، طريق الدين طريق السعادة، التوفيق، الحكمة، الراحة النفسية في الدنيا والآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.